فوائد الخميرة البلدية. تعتبر الخميرة البلدية أحد أشهر أنواع الخمائر الطبيعية التي يتم صنعها بشكل يدوي في المنزل، والتي تدخل في صناعة العديد من أنواع الخبز والحلويات، وتتميز بتركيبتها الفريدة الغنية بالبروتينات والعديد من العناصر المعدنية والفيتامينات الأساسية والأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم بشكل أساسي وبكميات مناسبة يوميا، على رأسها كل من فيتامين بي، مما يجعل منها علاجا طبيعيا للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية، كما تعد عاملا وقائيا لعدد آخر منها. ومن بين الفوائد الكثيرة للخميرة البلدية، تعتبر الخميرة البلدية من أغنى المواد الطبيعية التي تحتوي على ما يسمى بالقواعد البيورينية، والتي تتواجد على شكل أحماض نووية في الجسم، وتسمى علميا بكل من RNA و TNA، علما أنها تلعب دورا رئيسيا في تقوية الجهاز المناعي في الجسم. كذلك تحتوي نسبة عالية من فيتامين بي، والذي يعتبر أفضل الفيتامينات الطبيعية التي تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه، والتي تقي بدورها من مشكلة السمنة وزيادة الوزن، وتزيد من كفاءة عملية التمثيل الغذائي أو الأيض في الجسم، كما تساعد على التخلص من الالتهابات بأنواعها المختلفة، وتعد حلا مثاليا للعديد من أنواع الحساسية، على رأسها حساسية الجلد، مما يجعلها من العناصر التي تدخل في تركيبة العديد من المستحضرات العناية بالبشرة وبعض مستحضرات التجميل، وكذلك المستحضرات الخاصة بالتخلص من حب الشباب. وتعتبر غنية جدا بعنصر الحديد الحيوي، حيث ترفع معدل الهيموجلوبين في الدم، وتقي بالتالي من ضعف الدم أو كما يسمى علميا بالأنيميا، وتقاوم الشقوق والجذور الحرة التي تعتبر أحد أقوى المسببات التي تقف بشكل رئيسي وراء الإصابة بالأورام السرطانية المختلفة، كما تعتبر علاجا فعالا لمشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، وتقي من التسمم الغذائي، وتساعد على علاج مشاكل القولون المختلفة والتهاب الكبد، وتعتبر أقوى العلاجات المستخدمة للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة، على رأسها التهيج والحكة والإحمرار، وذلك بفضل احتوائها لنسبة عالية من فيتامين A الذي يساعد بشدة على التخلص من الجروح والحروق البسيطة التي تصيب البشرة، وعلى رأسها حروق الشمس، كما أنها تنقي البشرة وتعالج الأمراض الجلدية الخطيرة، على رأسها الإكزيما والصدفية وغيرها، كما تعد علاجا جيدا لمشاكل الشعر، وعلى رأسها مشكلة التساقط والتقصف والتكسر وضعف وانعدام الكثافة، علما أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية الكفيلة بعلاج هذه المشكلة، على رأسها وصفة الخميرة البلدية مع الحليب الدافئ، أو وصفة الخميرة البلدية مع العسل، ويضاف إليها كمية مناسبة من زيت الزيتون أو زيت العود بما يصطلح عليه بالدارجة المغربية. في الختام، إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، وكذلك مشاركة الفيديو كي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.